فكرنا بالحروف، درس ماث، رياضيات، الأرقام numbers، هناخد من number 1 لنمبر 5، ولما نبدأ الوحدة الرابعة يونت 4 إن شاء الله هنكمل لغاية نمبر 10. أول verb عندي، أول فعل هنا فعل count. count يعد. لما أقول لك مثلا count to 5 يعني هتعد لغاية 5، يبقى هتقولي 1 2 3 4 على إيدك زي ما الطفل ده بيعمل لغاية ما توصل لنمبر 5. ball هي الكرة. هنا حرف الـ A لما بيجي بعده حرف الـ L بيتنطق أو ball ball ball، يبقى count يعد، ball كرة، count count C بتتنطق ك، count C O U N T count يعد بيعد يعني count count. number one one O N E one 1 2 T W O 2 2 2 3 3. ما اعتقدش ان حد فيكم ما بيعرفش يكتب الارقام، يعني اكيد واخدينها في الكي جي كتير جدا يعني. 3 تي اتش بتتنطق ثاء، تاخدها في الصف الثاني الابتدائي السنه الجايه ان شاء الله. صوت التي اتش اللي بيتنطق ثاء زي 3، وصوت الاي اي اللونج اي اللي بيتنطق مد بالياء كده اي 3 3 3 4 نمبر 4 4 اف او يو ار 4 4 5 اف اي في اي. الارقام خدناها برضو في الكورس الصيفي في الاجازه 5 5 وعرفنا طريقه كتابتها 5 اف اي في اي. الاي long I ممدودة I five five والE مش بتتنطق five one two three four five count ball count ball. عايز اسمعهم كده من جنة count ball والأرقام من number one لنمبر five، تفضل. Count one O N E. لا بلاش الأرقام، بلاش السبيلينج، قول لنا بس الكلمات فقط لا غير. One two three four five. والكلمة دي اسمها الكرة، اسمها ايه؟ ball ball. تمام. برافو شهد، برافو جنى. شهد وليد تفضل. نقفل يا جنى المايك. شهد وليد تفتح المايك. count لا count count ايوه 1 2 3 4 5 ball ball. تمام برافو شهد. ياسين تفضل. ياسين معاك يا مستر. 1 2 3 4 4 5 5 بول بول. معاذ شكرا ياسين، برافو عليك معاذ. كاونت 1 2 3 4 5 ball ball count. قولي count تاني معلش. count count حمزة شكرا يا معاذ، برافو حمزة تفضل. count 1 2 3 4 5 ball ball. الكلمات دي حفظ يا جماعة، لازم نحفظ كتابة الأرقام بالحروف خلاص. 1 O N E احفظ 1 O N E O N E 2 T W O T W O T W O 2 2 2 ال W الأول بعدين ال O 3 T H R E E T H السلام عليكم يا مستر أحمد محمود سجلتك، اقفل المايك. عليكم السلام 3 T H R E E T H R E E 3 صفحة كام يا مستر بعد إذنك؟ نعم صفحة كام؟ 85. نقفل المايك يا أحمد، نقفل المايك. 3 3 3
four, F-O-U-R, four, 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 F-O-U-R, four, four, five, F-I-V-E, F-I-V-E, five, five, five. اتدرب على كتابتهم وقرايتهم كتير. بعد ما تحفظ تمام تدي الكتاب لماما سمعي عليا. 1 O N E 2 T W O شفه وكده اسرع. مره تحريري مره شفه لغايه ما تتمكن منهم كويس. تمام بقول لك اهو لازم تكون حافظهم سبيلينج كويس. اشيل لك حرف تكمله. اقول لك اكتب لي الكلمه لوحدك تكتبها. خلاص كلماتهم مش صعب. Count 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 يعد. C O U N T count C O U N T count count ball B A مش عشان هي بنقولها ball تنطق تكتبها او لا دايما ال A L L كده تتنطق او زي ball call mall fall tall كل الكلمات بتتنطق بنفس الطريقه وبتتكتب A في النص مش او ball خلاص هنا طالب مني بيقول لي write the missing numbers هنكتب الارقام الناقصه اكتب عندك كده في الكتاب عندك homework واجب خلاص HW كده معناها homework تكمل عندك في الكتاب وتبعته لي 2 تكتب 2 هنا بالحروف مش بالأرقام 2 3 4 خلاص هتكتب عندك ده تكمله في الواجب الصفحة اللي بعد كده بيعلمنا الفرق ما بين المفرد وما بين الجمع تمام هنا بيقول لي most nouns معظم الأسماء change into plural by adding s يعني ايه الكلام ده يعني بحول الاسم المفرد لاسم جمع بان انا اضيف له s خلاص يعني مثلا كلمه ball كره واحده one ball اتفقنا قبل كده زمان في الاجازه قلنا ان ينفع اقول one ball او اضيف اداه نكره اقول a ball a لو حرف ايه اداه النكره a ball كره واحده أو أقول one ball الاثنين يدلوا على أنهم مفرد حاجة واحدة one ball عايز أقول أكتر من كرة يعني من اتنين وطالع هبتدي أضيف S الجمع علشان أعرف اللي بيقرأ أو اللي بيسمعني أن دي أكتر من كرة دي جمع balls two balls two balls يبقى one ball وفي الجمع two balls one book كتاب واحد طيب ثلاث كتب three books يجي في الامتحان تقييم كده في المدرسة مثلا يقول لك one book ولا one box طبعا هتختار book المفرد ما فيهاش اس الجمع طب لو جالك في السؤال three book ولا three box يبقى three box اللي فيها مستر احمد حسين دخل يا مستر اقفل المايك One book كتاب واحد three box three box ثلاث كتب three box three box يبقى مع من اتنين وطالع بنضيف اس الجمع خلاص في المفرد الحاجة الواحدة بس يبقى الاسم زي ما هو بدون إضافة اس الجمع طيب one pen قلم واحد يبقى four pens في الجمع هنا قلنا أربع أقلام ما ينفعش أقول four pen لازم أضيف S الجمع عشان دول أربعة يبقى four pens يبقى الجدول ده من تاني علشان أحمد حسين لسه داخل متأخر بنقول فيه إن السنجلر المفرد عايز أحوله لبلورال لجمع بضيف S في نهاية الكلمة علشان أفهم اللي بيقرأ أو اللي بيسمعني إن أنا أقصد حاجة جمع من اتنين وطالع في الإنجليش بيبقى جمع one ball دي ball مفرد كرة واحدة لما اعد من اتنين وطالع اقول two balls three balls four balls وهكذا one box يبقى two box three box four box نضيف اس الجمع من اتنين وطالع من number two واحنا طالعين one pen قلم واحد تبقى two pens three pens four pens وهكذا تمام تعال نشوف الناس فهمت ولا لا complete the table اكمل الجدول جنى تامر هنا بيقول لي السنجلر طب انا لما اجيب كلمه باجز باجز حقائب جمع في البلورال يبقى المفرد بتاع باجز ايه يا جنى لو انت مركزه معايا مفرد باجز يعني دي باجز دي شنط كتيره
انا عايز اجيب المفرد منها اعمل ايه؟ فهماني يا جنى؟ هنشيل ايه؟ هنشيل اس الجمع تبقى ايه؟ تبقى باج. باج، برافو عليك، بي اي جي، ونشيل الاس بتاع الجمع دي. تمام؟ منيا منيا. شهد وليد، لما اقول في حاجه بس نسينا نعملها، ان احنا نضيف اداه النكره قبل باج، تبقى اباج، عشان بس ايه اداه النكره في الاسم المفرد. شهد وليد، لما اقول ابنسل، ابنسل يعني قلم رصاص واحد. طيب انا لو عندي اكتر من قلم هقولها ازاي؟ بنسلز. بنسلز، نشيل اداه النكره زي ما خدنا قبل كده، تمام، ونقول بنسلز، بنسلز، تمام، يبقى أقلام كتيرة، ضفنا اس الجمع وشلنا أداة النكرة. ليه؟ لأن أداة النكرة توضع أمام الاسم المفرد فقط، ما ينفعش أضيف أداة النكرة مع اس الجمع الاثنين مع بعض في كلمة واحدة، ما يتقابلوش أبدا. ياسين أحمد، a ruler، مسطرة، عايز أقول مساطر كتير، أقولها إزاي؟ ها نقولها rulers، يبقى شلت أداة النكرة وضفت اس الجمع، rulers، مساطر. معاذ، معاذ عندي كلمة pens، أقلام كتيرة، pens، pens، عايز أجيب المفرد منها يا معاذ. a pen، a pen، نشيل اس الجمع ونضع أداة النكرة، برافو عليك. حمزة، عندي a boy، a boy يعني ولد واحد، عايز أقول أولاد كتيرة، نقول إيه؟ بويز، بويز، برافو. اقفل عشان اسمع صوت المكرر، بويز، تمام، نضع اس الجمع ونشيل اداه النكره، برافو. احمد محمود، عندي كلمه جيرلز، جيرلز بنات كتير، عايزين نقول بنت واحده فقط لا غير، نعمل ايه؟ بنضع اداه النكره وبعدين نكتب الكلمه زي ما هي جيرل ونشيل اس الجمع، تبقى a girl، a girl، a girl. يبقى نعيدهم كمان مره، a bag، نقفل، نقفل، مش عايز صوت همس وانا بشرح، a bag، bags، a bag، قول معايا وانت قافل المايك، a bag، bags، ناخد الكلمه مفرد وبعدين نقولها جمع، singular وplural، a bag، bags، a pencil، pencils، a ruler، rulers، a pen، pens، a boy، boys، a girl، girls. لازم كلنا نقرا الجدول ده لانه هيفيدنا في حاجتين، اولا بيراجع عليا الكلمات، ثانيا بيفرق لك ما بين المفرد والجمع، فلما هتقرا مش هتنساه. نبدأ من أحمد حسين ونلف. أحمد هتقول لي الكلمة في المفرد وتقولها لي جمع زي ما قلنا كده. A bag، bags، اتفضل. A bag، a bags. لا مفيش a bags، ما احنا احنا بنقرا ليه بقى دلوقتي؟ عشان أتعلم إن مفيش أداة نكرة في الجمع. A bag، bags. A bag، a bags. لا a bag، bags. Bag، bags. لا a bag، bags. Bag، bags. A bag، a bag، bags. ركز. A bags، bags. أحمد ممكن أسيبك شوية لغاية ما تسمع زمايلك، هتلاقي نفسك مركز أكتر. هسيب أحمد حسين دلوقتي، هرجع لك تاني ما تخافش، مش هفوت دورك يعني، بس عشان نشوف زمايلك بيقولوا إزاي أنت مش مركز قوي. يلا يا جنى اتفضلي. جنى هتقولي لي الاسم، الاسم مفرد بأداة النكرة وقدامه الاسم من غير أداة النكرة بإس الجمع، يعني a bag، bags. a bag، a bag، bags. لا. تمام كملي. a pencil، pencils. اوكي صح. lulas، a lulas، lulas، rulers. احنا نسينا نكتب الاس هنا، ثواني كده همسح الكلمه دي، ثواني خليكي معايا، نمسح الكلمه دي عشان فيها حرف ناقص ونكتبها من تاني، rulers كده صح.
يلا قولي لي a ruler rulers. A ruler a rulers. ماشي كملي. A pen pen. تمام. A boy boys. برافو. تمام. A bag a girl bags. A girl a girl a girl. والجمع girls girls. good. ارجع تاني لاحمد حسين اتفضل. يلا يا احمد. A bag bags. A pencil pencils. A ruler rulers. A pen pens. A boy boys. A girl girls. اتفضل. A bag bags. Okay. A pencil pencils. A ruler rulers. A pen pens. شاهد وليد. شاهد وليد. حضرتك بس اتفضلي. باك باك. ابنسل ابن. لا. تمام. A ruler rulers. Rulers. برافو. A pen pens. A boy. لا مش a boy بقى a boy. boy بي عادية soft. A boy. A boy boys. boys. A girl girls. girls. ياسين اتفضل ياسين. تفضل. A bag bags 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 bags. A pencil a pencil pencil. برافو. pencils. A ruler a ruler ruler rulers rulers. كويس انت فاهم اهو. تمام. ها A pen. A pen. لا أنا بكرر لك عشان أقول لك الصوت بس إن ده بقى اللي pen. هو الانفجاري شوية. A pen. A pen. Pens. Pen. Boy. Boys. A boy الأول. A boy boys. A boy boys. Okay. A girl. A girl. Girls. Girls. تمام. معاذ شكرا ياسين. معاذ اتفضل. A bag. Bags. A pencil. A pencils. برافو عليك. A ruler. A ruler. معلش هي صعبة شوية. Rulers. A pen. إيه؟ احنا خلاص رولر يبقى pen. مفيش pencil بقى. A pen pens. A boy boys. A girl girls. girls. ممتاز يا معز. حمزة اتفضل. يلا حمزة. A bag. صوتك بعيد خالص مش سامع حاجة. صوتك مكتوم جدا. معاذ. A bag bags. A bag bags. قرب من المايك. قرب من المايك. A pencil. A pencil. لا ما تقولش a pencils بقى. ما فيش هنا. تبقى a pencil pencils. Rulers. A pen.
بنت. A boy. Boys. Boys. Girls. تمام. أحمد محمود آخر واحد. سلام عليكم. A bag. A bag. A bins. A bag. A bags. A bag. Bags. Bag. A bags. ما فيش a bag. A bags. ما فيش a bags. في bags بس. Bags. A bin. A bins. لا ما تكروتنيش. أنت ما قلتش الأولى صح. تسمعني. A bin. تسمعني وتقول ورايا. A bag. A bag. Bags. A bags. ما فيش a bags. ما أنا ما قلتش a bags. أنا قلت bags بس. Bags. قول تاني ورايا. A bag. A bag. Bags. Bags. كمل. A pencil. Pencil. A pencil. Pencil. Pencils. في حد تاني فتح المايك مع أحمد محمود. أنا سامع حد تاني بيتكلم يا جماعة. هل ده قاعد جنب أحمد محمود ولا في حد تاني فتح مايك؟ أنا عايز أسمع صوت واحد بس، عايز أسمع صوت أحمد محمود فقط. ده هند يا مستر. لا يا هند مش دورك خالص يا هند، معلش شوفي لك مذاكرة ولا في كتاب تاني اشتغلي فيه. يلا أحمد خليك. هو مش عارف يقرأ يا مستر وأنا بقول لك. لا مالكيش دعوة أنا معاه، أنا معاه، أمال أنا لازمتي إيه؟ يلا يا أحمد اتفضل. A pencil. A pencil. Pencils. أبنس. لا ما تقولش آ في الجامع مش بنقول آ، بص الصف ده كله مش بنقول آ. طب أنا أقول لك على طريقة تانية يا أحمد، أقول لك على طريقة تانية. اسمعني بس، اسمعني اسمعني، خد مني يا ابني اسمعني عشان خاطر ربنا اسمعني. قول معايا A bag. A bag. A pencil. A pencil. A ruler. A ruler. A pen. A pen. A boy. A boy. A girl. A girl. يلا بقى نروح للجامع بقى. Bags. Bags. Pencils. Pencil. Rulers. Rulers. Pens. Pens. قول pens. Pens. Boys. Boys. Girls. Girls. وعلشان نغيظ هند بقى تعمل ايه؟ تتدرب عليهم بعد السيشن وتبعتهم لي في فويس كده رسالة صوتية على الخاص وانا صححها لك. اقفل بقى المايك. يلا اقفل المايك. ماشي يا مستر. يلا اقفل المايك. اول انا نقفله بعدين نتخانق في اختك. 1 2 1 2 3 دي كانت اغنية. تمام. بويز ستاند اب يعني الاولاد تقف لفوق. ان كاونت تو 3 وتعد لثلاثة. 1 2 3 4 وبدل ما يعدوا الثلاثة عدوا الأربعة. Girls stand up البنات تقف and count to four وتعد الأربعة. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 وبدل ما يعدوا الأربعة عدوا الخمسة. Boys and girls all count to five الأولاد والبنات كلهم يعدوا لغاية خمسة. هنستفيد إيه من الأغنية دي؟ الأرقام نفسها 1 2 3 4 5 لغاية خمسة. هنستفيد كلمة stand up معناها أقف. Stand up. Stand up. Stand up يعني أقف. Count to يعني عد لغاية كذا، عد إلى الرقم كذا. لما حد يقولك count to five هتعد الخمسة. طب count to ten تعد لغاية عشرة. Count to three تعد لغاية ثلاثة. Count to four يعني تعد لغاية أربعة. هنا كلمة boys and girls يعني الأولاد والبنات all. كلمة all معناها الجميع الكل. لاحظ ان كلمة all جاية كأنها نص كلمة ball. فاكر ball خدناها من شوية معناها كرة. هنشيل البي تبقى all. all معناها الجميع الكل. boys and girls all يعني كل البنات والأولاد. count to five هتعدوا معايا لغاية خمسة. تمام. دي كانت الأغنية. هنا بقى هتعمل tracing. tracing بعد ما تتعلم طبعا طريقة كتابة الحرف وأنا مش عايز أعيد وأزيد فيها. طيب هنا هتبدأ كده. دي step number one في كتابة number one. تمام. معلش هو النت عندي ممكن يكون الصوت بيقطع الله أعلم، بس هو مديني رسالة هنا بيقول لي إن النت عندك غير مستقر. خلاص تمام. ده number one. سواء شفته في الكتاب كده أو شفته معمول له قاعدة من أسفل بالشكل ده الاثنين صح. تمام. ده number one. خلاص شرطة مايلة وبعدين بتنزل واحد صحيح لتحت.
هتعمله القعدة دي أوكي، مش هتعملها برضو هيفضل نمبر 1 ماشي. الطريقة بتاع نمبر 2 بتاخد يعني كيرف كده صغير تمام، بعدين تاخد خط مايل وبعدين خط كده إيه مستقيم، يبقى دي 1 2 3 على 3 خطوات. نعم مدري نتمون في البيت. طب ما تقطعنيش تاني وانا بشرح، لما اخلص بتفضل اسال. نقفل المايك بعد اذنك، نقفل المايك تمام. بعدين هنعمل نص دايره في نص دايره، ده هيديني نمبر 3. نمبر 4 بيتكتب على طريقتين قلنا قبل كده، يا اما بتعمل شرطه كده او خط مايل، او المفروض خط عدل مش مايل بس هو مال مني شويه تمام، وزيه قصاده كده مربع وهتدخل لجوه خلاص، او تعمله مثلث خط كده مستقيم وتنزل بمثلث كده مايل كده. الاثنين ده نمبر 4 وده نمبر 4 خلاص. نمبر 5 شرطه لتحت، وبعدين هتعمل دايره وتسيبها مفتوحه من الناحيه دي، ده نمبر 5. هتعمل تريسنج، لو انت صبرت يا اللي سالتني هتعمل تريسنج على الصفحه دي، واللي هو ايه هتمشي على النقط دي علشان تدرب نفسك على كتابه الرقم. يبقى دي 1 2 3 4 5 واتفق 5، واتفقنا قبل كده انك بتبدا من فوق لتحت خلاص علشان خطك يبقى جميل تمام. هنا هنبدا تدريبات مع الاستاذ محمد احمد حسين، بيقول لي لوك اند سيركل، جايب لي كلمتين، يا ترى ده 2 اور 1؟ الرقم اللي انت شايفه ده 2 اور 1؟ 2. جانا تامر ده 5 اور 4؟ نمبر 5 5 تمام. شهد اخر رقم عندي ده 1 اور 3؟ 1 اور 3؟ 3. ياسين احمد، ياسين احمد بيقول لي هنا ماتش. ماتش يعني وصل، ده نمبر 1. يا ترى فين نمبر 1 في الكلمات اللي تحت علشان اوصلها دي؟ ها ياسين بالنص، في النص، يبقى هو ده نمبر 1. معاذ هيكمل يقول لي نمبر 4 فين كلمه 4؟ يا ترى دي ولا دي؟ ها الاولى ولا الاخيره؟ الاخيره. الاخيره، ويبقى طبعا ده هيكون نمبر 5، هتبقى التوصيل عندك بالشكل ده في الكتاب. هنا كاونت مطلوب مني اعد اند سيركل، وهنضع دائره، والدور طبعا على الاستاذ حمزه. نجيب السيركل الاول تمام. عايزين how many cars can you see؟ كم عدد العربيات اللي انت شايفها قصادك؟ عد كده in English. ها 1 2. يبقى فين 2 هنا في الثلاث ارقام اللي انت شايفهم قصادك في المستطيل؟ في النص. الاول اللي في النص تمام. يبقى بيديك مهارتين، مهاره الكاونتنج العد، وبعدين استخراج الرقم الصحيح. احمد محمود خليك معايا احمد، هنا عايزين هنا count the eggs، هنعد البيض اللي قصادنا ده. يلا نعد مع بعض يا احمد. ها 1. احمد محمود، احمد سامعني؟ طيب بلاش احمد محمود، نرجع له كمان شويه، ناخد احمد حسين. احمد حسين معاك يا مستر احمد. يلا يا احمد محمود اتفضل. ها count 1 2 3 4 1 2 4 5. يبقى دول كام؟ 5. فين 5 هنا؟ فين نمبر 5 في الثلاثه اللي تحت؟ اول واحده، اول واحده. اقفل المايك، شكرا ليك. احمد حسين هاو ميني كاريتس، هاو ميني كاريتس كان يو سي؟ كم عدد الجزر اللي انت تقدر تشوفه قدامك؟ 4. فين نمبر 4 هنا؟ الاولى ولا الثانيه ولا الاخيره؟ الاخيره تمام. جانا تامر هتعمل completing the missing numbers، هتكمل لنا الأرقام الناقصة هنا. يلا يا جانا. 1. أول حاجة عندي هي number 1. أوكي. طيب. بعدين 2، وفي الآخر هنا كم؟ 3. تمام. 4، وآخر رقم هيكون عندي ها؟ 5. يبقى اكتب عندك كده في الكتاب 1 3 5، دول الارقام اللي كانت ناقصه وكملتهم جنى. نكمل مع شهد وليد، اتفضل يا شهد. بيقول لي ريد اند تشوز ذا كوريكت انسر بتوين براكتس، اختار الاجابه الصحيحه. طبعا ريد هتقرا الاول، اتفضلي اقري واختار الاجابه الصح. يلا شهد.
ten. لا قريلي كده من الأول. I have three. I have three. يا ترى أقول three pen ولا three pens؟ مين اللي تنفع؟ three تيجي مع رقم ثلاثة، pen ولا pens؟ pens. pens الجمع، ليه دي فيها s الجمع؟ لأن إحنا من اتنين وطالع بيعتبر جمع، لازم s الجمع. تمام يا شاهد، برافو عليك. ياسين يقول لي السؤال الثاني. My brother أخويا has one، عنده one ball ولا one balls؟ أستاذ معاذ ولا ياسين؟ ياسين ياسين صح؟ مش ياسين اللي عليه الدور ولا أنا اللي غلطان؟ يلا ياسين. My brother has one ball ولا one balls؟ مين اللي جاب الصح هنا؟ بول. one ball ايوه مفرد، يبقى ما تاخدش اس جمع. تمام، كره واحده، يبقى معناها كده اخويا معاه كره واحده. My brother has one ball. اتفضل يا معاذ. نمبر 3 معاك يا معاذ. My sister has two، معاها ايه اختي؟ two bag ولا two bags؟ bags. bags صح، اللي فيها اس الجمع لانها اتنين، من اتنين وطالع تاخد اس جمع. My sister has two bags. برافو شباب. حمزة اللي عليه الدور. I have one book ولا two book؟ مين اللي تمشي مع book اللي ما فيهاش S جمع مفرد؟ أقول one. one. تمام شكرا حمزة. أحمد محمود بيقول لي look and write the words، هتقول لي الكلمات هنا. يا ترى اللي في الصورة دي اسمها إيه؟ بول. يا هند سيبي عشان خاطري، سيبي بول. B A L L بول. تمام. محمد حسين، نقفل المايك يا احمد محمود. استنى بس ما يقفل عشان بينسى نفسه. احمد حسين اتفضل. نعم. ده بيعمل ايه الولد ده بيعمل ايه؟ بيعد. بيعد اهو فوق اهو، اسمها كاونت، هننقلها من فوق اهي، احنا مش بنجيب من عندنا، تبقى count c o u n t count. ما فاضلش عندي غير كلمة واحدة. تمام يا جنى، يا ترى ايه هي الكلمة دي؟ ده number. number ايه؟ ها يا جنى. جنى تامر. five f i v e. رتبي لي الرقم ده يا جنى، تعرفي number four؟ تعالى كده نرتبه مع بعض. ف ف four. ف يبقى حرف ايه ده يا جنى؟ بعدين فو او يو. تمام، بعدين فور يبقى حرف الار. خلاص. شاهد وليد هترتب لي نمبر 3. ث ث الثاء ده بيجي من حرفين بيجوا ورا بعض، اللي هو تي مع تي اتش الاتش، بعدين ثر ده حرف ايه ده؟ ر صوت الار. three اللي بيديني اللونج اي، الاي مع الاي الاثنين مع بعض بيديني الصوت ده three. طيب عايزين نرتب نمبر 1 ياسين. 1 1 1 او ها مليني كده او ان ايوه اي اخر حرف. تمام، هنا في الكابي ما تنساش تلتزم بمواضع الحروف. تمام، حرف البي من الحروف العالية اللي لازم يوصل للخط ده، الخط السما فوق. بويز الاو والاس وسط السطرين، الواي تنزل لغاية خط الدودة تحت خالص، لازم يبقى حرف عالي. البي حرف بينزل لتحت الواي، والحرفين دول في النص. تمام. and girls all counts to five. all count to five دي الجملة اللي احنا كانت موجودة في الأغنية، تاخد مسافة بين الكلمة ما تشطبش، وخلي خطك كده ايه كويس. معاذ ثواني يا معاذ، خليك معايا لما نشوف هو طالب مننا ايه. دي اللعبة لو انت عايز تلعبها في كتاب المعاصر. نروح للصفحة اللي بعدها، المراجعة. تمام زي الفل. هتقول معايا وبعدين هسيبك انت تفتح المايك وتقرا، وانت قافل المايك وقول ورايا كده. pencil pencil
pencil, pencil case, pencil case, pencil case, bag, 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 sharpener, 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 ruler, 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 pen, 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 red, 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 five, 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 four, 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 count, 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 three, 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 one, 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 ball, 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 two, 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 three balls, three balls, three balls. حركة ذكية من كتاب المعاصر ان هو وزع الارقام وما جابهمش بالترتيب يعني تمام، هو عامل هنا 5 وبعدين 4 وبعدين حط كاونت في النص وبعدين 3 وبعدين جاب لك 1 وبعدين بول وبعدين حط لك 2. ليه بقى؟ لو هو عملهم 1 2 3 4 الطالب وهو مغمض اول ما هيشوف نمبر 1 هو طبعا حافظهم، يقول لك 1 2 3 4 5 6 يعني مش هتفرق معاه، مش بيبص على الكلمة اصلا ويقرا. يبقى الهدف من الموضوع ده ايه بقى؟ يشوف الاول الحروف ويعرف ينطقها. خلاص نبدا بمعاذ كده وسمعنا صوتك. pencil. ايوه pencil case. برافو. bag. ruler. لا sharpener. sharpener. ruler. pen. red. five. four. count. three. one. ball. two, three balls. اوسم، رائع، ممتاز يا معاذ. حمزه اتفضل. pencil. كم يا حمزه؟ معلش هو الاستيشن قفل علينا. يلا حمزه اتفضل. pencil. pencil case. bag. sharpener. ruler. then red. تمام. five. four. count. three. one. ball. two. three ball. wonderful. great يا حمزة. أحمد محمود اتفضل. أحمد رجع. أحمد محمود. five. four. three. two. one. أحمد حسين اتفضل. نعم. فضل. pencil. pencil case. bag. sharpener. ruler. pen. red. five. four. seven. three. one. four. two. في المايك. Very good. تمام. جانا تامر تفضل. pencil. pencil case. bag. sharpener. ruler. pen. red. fire. four. count. count. three. one. ball. two. three ball. استنى ما تقفليش بقى عشان في كلمات. قولي لي الكلمه دي تاني. five. 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 تمام. count. five. لا مش five. five. five.
count. Count. Count, مش count. 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 Ball. Ball. تمام. Very good. شاهد وليد تفضل. يلا يا شاهد. Pencil. Pencil case. شاهد هات من الأول، النت بيقطع، هات من الأول. Pencil. Pencil case. Bag. Okay. Sharper. Ruler. Pen. Red. Five, four, three, one, ball, two, three balls. دي ما سمعتهاش، النت قطع فيها، ما سمعتش حاجة. يعد يعني ايه؟ Count. Count. Very good. ياسين أحمد تفضل. ياسين. ياسين أنت قريت ولا لأ؟ الكلمات دي قريتها ولا لأ؟ لا. تفضل. Pencil. Pencil case. Pencil case. Bat. Sharpener. Ruler. Pen. اللي بيهمسلك ده صوته أعلى منك، يعني صوته طالع عندنا أعلى منك أنت. يلا قول. Pen. Pen. Red. Red. Five. Five. لا مش five. Count. Meter. Count. Count. Three. Three. One. One. All. Okay. Two. Three balls. Three balls. طيب تمام. نسأل معاذ. معاذ. تمام يا مستر. يعني ايه count؟ عد. يعد تمام. حمزة. تقدر تقولي what does it mean ball؟ يعني ايه ball؟ كرة. كرة. برافو. أحمد محمود. red. يعني ايه red؟ أحمر. تمام. أحمد حسين. What does it mean bag؟ bag معناها إيه؟ bag يعني صندوق. جانا تامر. ماشي تمام. جانا تامر. مقلمة in English نقولها إزاي؟ المقلمة. Pencil case. Pencil case. عايزكم تكتبوا الكلام ده عربي وإنجليش تمام وتبعتهولي. شاهد وليد. المسطرة اسمها؟ شاهد وليد معنا. رولر. رولر. ياسين أحمد. البراية اسمها إيه؟ البراية. ها ياسين. فاكر اسمها إيه البراية؟ شاربينر. شاربنر. معاذ. الولد اسمه؟ بوي. بوي. حمزة. رقم خمسة اسمه؟ Four. خمسة اسمه four. Five. Five. أحمد محمود هنا بيقول لي read and take. يا ترى لما أجي أسأل عن حاجة بقول إيه هي دي؟ ماذا تكون؟ أقول where is this ولا what is this؟ فيرد علي يقول لي it's a bag، إنها حقيبة. What is this؟ آه يا ودني. ماشي تمام. ده كان مين ده؟ أحمد محمود. أحمد حسين. I have three box ولا I have three box. Three تاخد ايه؟ box ولا box؟ أحمد حسين. أحمد حسين احتمال يرد علينا يوم الاثنين. طيب جانا تامر. جانا تامر. I have three box ولا three box؟ three box. box فيها اس الجمع. تمام.
طيب هنا يا شاهد بيقول لي true or false، صح أم خطأ؟ It's a sharpener، الكلام ده true صح ولا false خطأ؟ خطأ. It's... يبقى ده false. اعمل عندك false في الكتاب. ياسين أحمد، this is a ruler، the true or false؟ This is a ruler. نعم؟ ما سمعتش الإجابة. True صح. معاذ، boys stand up and count to three. هل الجملة دي هي اللي موجودة في الصورة؟ No. هنا بيقولك boys stand up، الأولاد تقف لفوق وتعد لثلاثة. لا هم دول أولاد. تمام ولا هي بتعد؟ تمام. نقفل مايك واسمع بس مايك حمزة. بيقول لي read order and write. هنقرأ ونرتب. case a it's a pencil. يلا بينا حمزة رتب الجملة دي. هنقول ايه؟ نقول it's ها يلا حمزة. it's a pencil case. حمزة تمام. الدور بعد حمزة على أحمد محمود. بيقول لي هنا يا أحمد pens four have boy. عايز أقول أنا لدي أو أنا معايا أربع أقلام، أقولها إزاي؟ I إيه؟ I can I have I have four I have four pens. أحمد حسين موجود ولا طلع بره السيشن؟ أحمد حسين. Is what this؟ هسأل ماذا يكون هذا؟ أقولها إزاي؟ قول what. يلا. What is this؟ What is this؟ What is this؟ تمام. ده ترتيب الجمل. اكتب عندك it's a pencil case. I have four pens. What is this? تمام. وبعد كده جايب لك مراجعة للمرة 200. Pencil. Ruler. Pencil case. Sharpener. Bag. Pen. Peter. ده حرف ال P اللي بيتنطق P. P. Peter. Pencil. Pen. بعدين حرف ال R. Russia. Ruler. Red. عايز اسمعهم من جنى تامر، تقولهم لي على حرف ال P وحرف ال R. Peter. Pen. Pencil. Shah. Russia. Russia. Ruler. Red. Red. Very good. شاهد وليد تقولهم لي تاني، عايز اسمعهم تاني معلش. Peter. Pen. Pencil. Russia. Ruler. Red. Great. طيب بعد كده بيقول لي what's this؟ it's a أو an، وبعدين الاسم المفرد لما نسأل ايه الحاجة اللي قصادنا دي، ما هذه ما هذا، حاجة قريبة، المفرد مذكر مؤنث، بنقول it's وأداة النكر أو اسمها. What's this? It's a pencil. الأرقام بتاع الوحدة دي 1 2 3 4 5. تمام. نمسح الكلام المكتوب هنا ونروح على الامتحان. أنا عايز امتحنك كل واحد لوحده، عايزين نغير النظام بقى. بعد ما كل واحد يجاوب سؤال أنا هسأل بس ومحدش يجاوب، تكتب عندك في الكتاب وتبعت لي اديك الدرجه. يعني عايزين نغير النظام مره كده، عندنا الوقت كفايه يعني، واحنا الحمد لله يعني واخدين ثلاث وحدات زي الفل. يلا بينا. انا read and write the missing letters. ما حدش يفتح المايك نهائي. حاجه مش فاهمها قول لي وانا فاهمها لك. خلاص ما تفتحش المايك غير لما تكون هتسال سؤال، بس ما تجاوبش. 5 5 5 تكون ناقصه حرفين. فاي الصوت زي الاسم بالظبط. Five وفي حرف هنا مش بيتنطق لكن بنكتبه. Five. يلا اكتب الحرف اللي في النص والحرف الأخير. Five. Red. استناك بس ثواني كده لما تكتب.
red ري A. الحرف ده بيتنطق في egg و elephant ري A بيتنطق A. يا ترى ايه هو red؟ اكتب الحرف ده هنا الاول وبعدين نروح لنمبر 3. pencil يا ترى ايه اللي بيديني الصوت الس هنا؟ pencil يا ترى مين الحرف اللي بيديني الصوت ده؟ pencil حرف هنا وحرف هنا. pencil بتكل لك على الحرف هو عشان اطلع لك الصوت بتاعه عشان تعرفه. ده كان السؤال الاول. السؤال الثاني look and circle بيجيب لك الصوره عليها كلمتين، انت تختار الكلمه الصح تعمل عليها دايره اللي تمشي مع الصوره. يا ترى دي باج ولا pencil case؟ باج اور pencil case. اختار الاجابه الصح اعمل عليها circle. تمام، خلاص عملت السيركل بتاعتك. هنا في نمبر 2 يا ترى دي شاربنر ولا بن؟ شاربنر تعمل عليها سيركل ولا بن هي اللي تعمل عليها السيركل؟ لاست بيكتشر اخر صوره نمبر 3 دي يا ترى اسمها رولر ولا باج؟ رولر اور باج؟ لو هي رولر اعمل عليها سيركل، لو هي باج هتعمل عليها سيركل. التمرين الثالث look انظر read اقرأ and complete واكمل. جايب لي ثلاث كلمات red yellow ruler. I have a انا معايا، انا امتلك، انا لدي a red. يا ترى دي اللي في الصورة اسمها red ولا yellow ولا ruler؟ شوف الكلمة الصح هتنقلها وتكتبها هنا. يلا استناك ثواني لغايه ما تكتب. بعد كده it's a pen. يا ترى القلم ده انا عايز اوصفه، القلم ده شكله ايه؟ اقول red pen، عايز اوصف اللون بتاعه يعني. It's a red pen ولا yellow pen؟ شوف لونه ايه واختار اللون المناسب هنا اللي هو ماشي مع الصورة. يا ترى اللون ده red ولا yellow؟ شوف الإجابة الصح وهتكتبها هنا. اتفضل اتفضل اكتب. بعد كده look and scramble and write. عيوش الله. look and scramble and write. هنرتب الكلمات دي ball ball. ترى ب ده صوت ايه؟ بعدين في حرف بيتنطق او لكن هو مش او، ball. وبعدين ball حرفين مش بنتك عليهم قوي واحنا بننطق بول. رتب لي كلمة بول. بعد كده هنرتب كلمة girl. ج ج ج ده صوت حرف ايه؟ girl girl girl. اللي بيحفظ الكلمات مش هيجد صعوبة في الموضوع ده. girl boy ب اي boy سهلة جدا نطقها سهل boy. number four ف او ر four four في النص بتبقى او يو فور فور. كلنا خلصنا ننقل على السؤال الخامس ولا لسه في حد بيكتب؟ بعد كده listen and circle true or false.
هنبص على الكلمة نقراها pencil. طب هل ده pencil؟ والله لو هو فعلا pencil بنعمل circle على true، على صح. لو هو مش pencil بنعمل circle على false. يبقى الصورة دي pencil، شوفها صح أم خطأ. تمام. بعد كده هنا بيقول لك دي راشا، يا ترى هي راشا فعلا؟ راشا. لو هي راشا تعمل سيركل على ترو، لو هي غير كده تعمل فولز. تمام، عملت سيركل. نمبر 3 رولر، ده رولر فعلا؟ شوف بقى ترو ولا فولز، صح ام خطا. هنا ماتش، هتوصل. نقرا لك الكلمه وانت تدور عليها تحت وتوصل من النقطه الحمراء للنقطه الحمراء الناحيه الثانيه اللي في الصوره. عندي رولر، رولر دي اول واحده توصل، ادور هنا على الرولر فين ووصلها. رولر، رولر. تمام، وصلت. بعدها فايف، شوف فايف فين وصله. فايف. واخر حاجه طبعا هتكون بول، شوف البول فين وصلها. تمام. هنا بيقول لي read and choose the correct answer between the brackets. جايب لي خمس جمل. يا ترى لما اجي اقول ده كتاب، هو كتاب، اقول it is a book ولا I is a book؟ الضمير اللي يمشي مع المفرد الغير العاقل it ولا I؟ شوف الاجابه الصح ايه. It is a book، it is a book ولا I is a book؟ سهلة صح؟ Number two. It is a bag ولا it is a pens؟ مين اللي تنفع تاخد أداة نكرة هنا؟ bag، أقول a bag ولا a pens؟ شوف الصح إيه اللي ينفع ياخد أداة النكرة a وتضع تحته خط. Number three. It's a pencil bag ولا it's a pencil case؟ في كلمة بتتنطق على كلمتين، على مرحلتين، pencil bag ولا اسمها pencil case؟ كلنا طبعا عارفينها. Number four. هاجي أسأل عن البراية وبقول إيه دي؟ ما هذه؟ ما هي؟ ماذا تكون هي؟ أقول what are it ولا what is it؟ it الضمير المفرد it ياخد are ولا ياخد is؟ احنا طبعا عارفين مين اللي ياخد المفرد ومين اللي بياخد الجمع. what are it ولا what is it؟ طب اعرفها منين؟ لو انا مش عارفها اعرفها من الاجابه. اكيد في الاجابه هيجيب الضمير واحد من دول ويستعمله في الاجابه. اهو بيقول لي it's a sharpener، it's a sharpener، جاب لك الضمير لكن مختصر. It's a sharpener. شوف بقى يبقى خدت are ولا is. Number five، آخر واحدة معانا، free and choose. I have one pens ولا I have four pens؟ يا ترى أقول على البنز one ولا four؟ أعرف منين؟ أعرف من الكلمة نفسها، من حروفها أعرف ينفع تاخد one ولا تاخد four، مفرد ولا جمع. One or four. Copy the following sentence. انسخ الجملة دي، عايز خط جميل وعلى مهلك جدا ما تشطبش. What is this؟ ال W عالية وال H، وال H هنا والباقي كله وسط السطرين. خلاص. What is this؟ ما هذا أو ما هذه؟ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 و2 25. امتحان ده من 25 درجة. خلاص؟ ظبط كده الامتحان وابعتهولي على الخاص طبعا. تمام يا شباب، ناخد فكرة بس كده عن أول درس في الوحدة الرابعة وبعدين هنشرحه بالتفصيل السيشن الجاي.
Unit 4, الوحدة الرابعة, it's my birthday. إنه عيد ميلادي. It, معناها هو أو هي. Is, ده verb بمعنى يكون. شلنا الآي وضعنا apostrophe وخلناهم كلمة واحدة, لزقناهم في بعض. بدل ما أقول it is, قلت it's. My, صفة ملكية بمعنى حاجة ملكي أنا, زي ما كنت بقول my school bag, حقيبتي المدرسية. نفس الفكرة, my birthday يعني birthday هو يوم ميلادي, اليوم اللي اتولدت فيه. في كل سنة من نفس العام الناس بتحتفل بيوم ميلادها. It's my birthday, إنه يوم ميلادي أو عيد ميلادي. ده اسم الوحدة اللي هي unit 4, الوحدة الرابعة. في الوحدة الرابعة هنكمل مع بعض النمبرز اللي خدناهم في آخر درس. احنا خدنا من 1 ل 5, هنكمل مع بعض number 6, number 7, number 8, number 9, number 10. 6 S-I-X, 7 S-E-V-E-N, 8 E-I-G-H-T, 9 N-I-N-E, 10 T-E-N. وهنتعرف ازاي نسأل الناس اللي قصادنا واقفين قدامنا, نقول له how old are you, كم عمرك. تسأل صاحبك, تسألي صاحبتك, انت عندك كم سنة. how old, كم العمر. How old are you, كم عمرك. وهنعرف birthday, عيد الميلاد. Birthday, birthday, ده طبعا عيد ميلاد هاني, ملبسينه تاج اهو, وقاعدين حاطين له الشمع بعدد سنوات عمره في التورتة, وكل واحد قاعد يسأل التاني انت عندك كم سنة وهكذا. وده اللي هنتعرف عليه في السيشن الجاي. تحياتي لكم, ياسر الكيلاني, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.